السلامه العامه عندها دور محوري في التنظيم ديال هذه المناسبات، لا سيما نمو كلها الجانب ديال المعلومه والاستباق والتامين ديال الاماكن اللي غتشهد الاحتفالات. لهذا ان شاء الله جهودكم الظافره في التوصيات راه تبلغتوا بها في الاجتماعات المرفقيه اللي دارت قبل يوم امس، ان شاء الله الكل يكون في المستوى المطلوب، تتمر هذه الليله ان شاء الله في احسن الظروف، وبالتوفيق ان شاء الله للجميع. في إطار الاستعدادات من أجل مواكبة الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة، نهجت ولاية أمن طنجة مخطط عمل يتمثل في توضيع جميع الوسائل اللوجستيكية والبشرية الموضوعة هنا إشارتها من قبل المديرية العامة للأمن الوطني. هذه الاستراتيجية هي مستلهمة من تعليمات وتوجيهات السيد المدير العام للأمن الوطني، واللي كتوضع في الصلب ديالها الاهتمام بالمواطن وتوطيد الإحساس بالأمن لدى المواطنات والمواطنين سواء كانوا مقيمين أو أجانب. كما كتلاحظوا أنه تم الاعتماد على جميع المكونات بما فيها مكونات ديال الأمن العمومي، مكونات ديال الشرطة القضائية بما فيها فرق متخصصة فرقة مكافحة العصابات، وكذلك الفرق الجهوية للتدخل والفرق الجهوية لمحاربة المتفجرات، دون أن ننسى كذلك توظيف ديال العدد الكافي من العناصر ديال المرور من أجل الحفاظ على السيولة ديال السير والجولان على مستوى جميع المحاور، وكذلك التأمين والتغطية ديال جميع الفنادق والمؤسسات العمومية اللي غتعرف إقبال ديال المواطنين من أجل الاحتفال برأس السنة. الغاية كذلك هي تفعيل الجانب الوقائي والاستباقي وتوطيد التواجد الأمني على مستوى جميع المحاور ديال المدينة حتى تمر هذه الليلة إن شاء الله في أحسن الظروف. وبهذه المناسبة كذلك ومن هذا المنبر باسمي وباسم جميع مكونات وفعاليات ولاية أمن طنجة كنتمنى للجميع سنة سعيدة وتكون سنة خير وبركة على الجميع، وتبقى البلاد ديالنا آمنة إن شاء الله تحت الرعاية السامية ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وشكرا.